لكن أين الرمولة؟ رملية؟ نحن هنا يا عمة رملات، نحن هنا. عزيزتي، الحمد لله على السلامة، الحمد لله. تعاليا تعاليا، هاتي يدك يا رملية، اتكي علي. إنني أستطيع الحركة الآن. أجل، وأنا كذلك. انظر يا أخي، انظر يا أمي. صحيح ما تقولان، وأنا أيضا صرت قادرة على السير والدوران هكذا، انظروا. صحيح أيها الصغار، فقد مضى علينا وقت طويل ونحن ثابتون لا نستطيع الحركة عند أعلى التلة هناك. رمول يا عزيزي، ما بك؟ تبدو حزينا، ما بك؟ أخبرني. أين النهر يا رمولة؟ أين هو؟ نهري العذب الجميل الذي كنت أستمتع كل يوم برؤيته ومراقبة قطراته، أين هو؟ لقد كان لي فيه أصدقاء طيبون من قطرات الماء، أين هم الآن؟ لا أستطيع رؤيته مع أني أسمع صوته. ألا تسمعين صوت الماء يا رمولة؟ اهدأ يا رمول، اهدأ يا عزيزي، لقد كنت تراه عندما كنا هناك أعلى التلة، ولكننا الآن تركنا مكاننا وصرنا هنا على الأرض بين حبات الرمل. أما النهر فما زال هناك، إنني أسمع صوته. أجل، ولكننا لا نستطيع رؤيته. إنها السبب، الرياح. أجل، الرياح، لقد حملتنا من مكاننا ورمتنا هنا على الأرض. نعم، هذا هو شأن الهواء على الدوام. على الرغم من كونه بلا لون ولا رائحة ولا طعم ولا يستطيع أحد رؤيته، إلا أن آثاره كبيرة جدا. فعندما تشتد التيارات الهوائية وتصبح رياحا، تصبح قادرة على حمل الرمال والأتربة إلى أي مكان. أهلا بكم بين هذه الرمال، أنا اسمي رمل. أهلا بك يا عم. أنا رمول، أنا رمولة. وهذه رمولة، وهذا رمول. رمول، أنت هنا، لقد قلقت عليك يا بني. أنت هنا يا رمول، تعال لنتسابق. أجل، تعال لنتسابق معا، إننا نستطيع الحركة بحرية، ألا ترى ذلك؟ تعال لنتسابق. عمة رملات، هذا العم رمل، لقد كنا نتحدث معه، يقول إنه موجود هنا منذ مدة. أهلا بك. أهلا بك يا عم، أنا رملية، أخت رمولة. وأنا اسمي رملان، أخو رامل ورمول. وأنا رامل، أخو رمول. حدثنا عنك يا عم، أين كنت قبل أن تأتي إلى هذا المكان؟ إنني هنا منذ مدة، وقبلها كنت في مكان جميل في إحدى الحدائق المليئة بالأزهار والورود. أزهار وورود؟ لابد أنه مكان جميل جدا. أجل يا بني، جميل جدا. كنت كل صباح أستيقظ أنا وأصدقائي على حبات الندى وهي تتساقط علينا منزلقة من الأزهار. كانت أياما جميلة. وما الذي أتى بك إلى هنا يا عم؟
لقد هبت رياح شديدة ذات صباح فحملتني إلى هذا المكان الذي ليس فيه ورد ولا زهر إلا بعض الأعشاب المتفرقة. ما هذا الدفتر الذي معك يا عم؟ هذا؟ إنه دفتر يومياتي الخاص، أحتفظ فيه بصور عديدة لي ولأصدقائي الأعزاء الذين كنت ألتقي بهم في كل مكان أقيم فيه. أتسمح أن ترينا إياها يا عم؟ نعم بالتأكيد، تعالوا تفضلوا. أترون؟ هذا أنا، لقد كنت أقيم في هذا المكان الجميل وهؤلاء أصدقائي كانوا في غاية اللطف. كم قضيت بصحبتهم أوقاتا جميلة عند هذا المرتفع، ولكن الرياح كانت ترتطم باستمرار بمرتفعنا، ويوما بعد يوم أدت إلى تحطيم بعض أجزائه فتبعثرنا جميعا في أماكن متفرقة. أما هذه الصورة فلها عندي ذكرى جميلة جدا، كنت وقتها أقيم مع مجموعة من الأصدقاء الظرفاء في إحدى الغابات، وكنا نعاني وقتها من جفاف شديد استمر لمدة طويلة، حتى رحمنا الله تعالى وأرسل الرياح لتدفع بعض السحب إلينا فأكرمتنا بنزول مطر غزير سقى الأرض والنباتات. كنا وقتها في غاية الفرح والسعادة. أما هذه الصورة فالتقطتها مع أصدقائي في فصل الربيع، وقتها كانت الرياح تحمل حبات الطلع بين الأزهار. أتعرفون لماذا تفعل الرياح ذلك؟ لا أعرف. وما فائدة ذلك يا عم؟ إن في ذلك فائدة عظيمة، فهذه العملية تسمى اللقاح، وهي التي تجعل الزهرة تتحول إلى ثمرة، ولولاها لما نمت الثمار اللذيذة ولا نضجت. نعم كانت أياما جميلة ولكنها مضت. الحق معك يا عمرم، ولكن الأيام القادمة ستكون أجمل إن شاء الله. هذا كله بسبب الرياح، تلك الرياح التي لا فائدة لها سوى الخراب والدمار. هذا ليس صحيحا يا رمول، للرياح فوائد عديدة، فهي تساعد على تشكل السحب ودفعها من مكان إلى آخر، ولولاها لما هطلت الأمطار ولا الثلوج. كما أن الرياح كما حدثتكم قبل قليل تساعد في تلقيح النباتات، وبذلك تتكون الثمار وتنمو. كما أن الرياح تدفع السفن في البحر وتشكل الأمواج. لكن الرياح أيضا تحملنا وتبعدنا عن الأماكن التي نحبها. إنني لا أحب الرياح، لا أحبها، أريد أن أرى النهر الجميل وأصدقائي الأعزاء من قطرات الماء. بسمة كلمة ورسمة، هذه الشاحنة تسبب لي المتاعب دائما. كما بعد العشب. والخراف تعطي الصوت. البرنامج التالي. كلمة ورسمة. هيا يا سيدي.
تمسكوا، تمسكوا بهذه الأعشاب، تمسكوا بكل قوتكم. رمول، أين رمول؟ رمول. رمول يا ولدي، ما بك؟ ماذا تفعل هنا؟ ماذا أفعل؟ إنني أبني لنا بيتا لنختبئ فيه عندما تهب الرياح. ألا يكفي ما حدث لنا البارحة؟ ألا يكفي أنها حرمتني من رؤية النهر الذي أحبه والأحاديث اللطيفة التي كنت أتبادلها أنا وأصدقائي من قطرات الماء؟ ألا يكفي ذلك؟ ولكن ما رأيك يا رمول؟ إن أخبرتك أن بإمكانك أن تستفيد من هذه الرياح لتصل إلى نهرك وأصدقائك وتصبح قريبا منهم. حقا؟ وكيف ذلك؟ انظر يا رمول، بحسب صوت ماء النهر أستطيع أن أستنتج أنه يقع في الجهة الشرقية من هذا المكان، فإن هبت رياح من هذا الاتجاه وحملتك معها فمن الممكن أن تجد نفسك عند النهر تماما. حقا؟ حقا ما تقوله يا عم؟ حسنا، سأحدد الآن جهة الرياح التي يمكن أن تهب على هذا المكان في الأيام القادمة. تعالوا تابعوا معي. حقا يا عم، بإمكانك أن تحدد جهة الرياح؟ نعم يا ولدي، سأراقب حركة الرياح بهذا الجهاز. حسنا، سأشرح لك. تسخن الشمس سطح الأرض بطريقة غير متساوية، فالهواء الذي يعلو المناطق الحارة يتمدد ويرتفع ويحل محله هواء من المناطق الأبرد، وخاصة عند خط الاستواء حيث تسخن الشمس الهواء فيرتفع إلى الأعلى، وفي طبقات الجو العليا يتدفق الهواء بعيدا عن خط الاستواء، وعندما يبرد يعود إلى سطح الأرض باتجاه خط الاستواء ليسخن من جديد، وهكذا تتشكل الرياح. الرياح إذن هو الهواء نفسه، أليس كذلك يا عم؟ بلى، والهواء موجود من حولنا في كل مكان، وهو يحيط بالأرض على شكل طبقات، والطبقة الأقرب إلى الأرض هي الهواء الذي تتنفسه الكائنات الحية والذي يحتوي على الأكسجين الأساسي والضروري لحياتها، والطبقة التي تليها تمثل حاجزا حول كوكب الأرض تمنع كميات كبيرة من أشعة الشمس من الوصول إليها، لأنها إن وصلت يمكن أن تحرق كل شيء، وتسمى هذه الأشعة الضارة بالأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية، فلا يصل إلى الأرض من أشعة الشمس إلا ما يحمل لها الضوء والحرارة المناسبة لاستمرار الحياة عليها. والآن سأرى جهة الرياح القادمة نحو هذا المكان. يبدو أن العم رمل كان يعمل في الأرصاد الجوية. انظروا يا أعزائي، الحسابات الجوية تشير إلى أن جهة الرياح القادمة ستكون إن شاء الله غربية. الرياح القادمة مناسبة جدا، إنها قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق، ولذلك تسمى بالرياح الغربية، فالرياح تسمى بحسب الجهة التي تهب منها، أما لو كانت قادمة مثلا من جهة الشرق باتجاه الغرب فتسمى عندها بالرياح الشرقية. وهل ستكون الرياح قوية يا عم؟ ستصل الرياح غدا أو بعد غد إن شاء الله. حقا يا عم؟
سأتمكن من رؤية نهري الجميل وأصدقائي الأعزاء من قطرات الماء. كم أنا متشوق لذلك. ولكنني أخاف عليك يا ولدي. تخافون من الرياح التي هبت البارحة؟ ألا تعلمون أن هناك ما هو أشد منها؟ أهلا بكم، أنا صخر. أسمعتم قبل اليوم بما يسمى بالعواصف والأعاصير؟ لقد جربت بنفسي العديد منها، ولكني بقيت ثابتا متماسكا حتى إن أيا منها لم يستطع أن ينال مني. هل فيكم من جربها؟ إنني لم أجربها، ولكنني سمعت قبل اليوم بالعاصفة الرملية من بعض أصدقائي، وأعرف أن الرياح عندما تشتد في منطقة رملية فإنها تحمل كميات من الرمل في الهواء، وتشكل الرمال المحمولة في الرياح سحابة تسير فوق سطح الأرض على ارتفاع لا يتجاوز 50 سنتيمترا تقريبا، وخلال العواصف الرملية تصل سرعة الرياح إلى 16 كيلومترا في الساعة وربما أكثر، ويستمر هبوب العواصف من 3 ساعات إلى 5 ساعات. أترى هذه العاصفة التي تتحدث عنها؟ لقد جربتها في حياتي 3 مرات بل 4، وليس هذا فقط، بل جربت أيضا الزوابع. الزوابع؟ وسرعتها كبيرة بالتأكيد. سرعتها؟ بالتأكيد كبيرة جدا، إنها تتراوح من 150 إلى 340 كيلومترا في الثانية، لتصل أحيانا إلى سرعة الصوت، كما تكون عريضة جدا، إذ يبلغ قطر الدوامة نحو 100 متر. يا إلهي، على هذا فإنها تسبب الكثير من الأضرار. بالتأكيد تسبب الزوابع عادة دمارا شديدا وخسائر كبيرة جدا بحسب الأماكن التي تأتي عليها. إنها رياح خفيفة، لدينا تدريبات كثيرة، علينا أن نستعد للرياح القادمة. هيا يا أعزائي تشجعوا، سنواجه هذه الرياح إن شاء الله بقوة وهمة عالية. مستعدون؟ نعم مستعدون إن شاء الله. تراسلوا! لا! يا إلهي! إنها شديدة! لا أستطيع! انتبهوا جيدا لنتمسك جميعا بهذه العشبة. أتسمعون؟ هذه العشبة، هيا. مرحبا. أهلا بك يا رمول. أهلا بك رمولة، استيقظي وانظري، إنها قطورة رملية، انظري مائية هناك. رامل، رملان، استيقظا، انظرا من هناك، إنهم أصدقاؤنا سابح وسبحان وسبوح.
هذا أنت؟ مطر؟ صديقي العزيز. أهلا بكم جميعا، أهلا بكم.